السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شيف البرشلوني أبو النور، معكم البرنامج الشهير طبخ المطريطي. هون معنا المقادير، طبعاً بنصح كل ست بيت تكتب المقادير اللي مزعوجة من زوجها وزوجها بشجع المطريطية، بنصحها تعمل هيك أكلة لتنكد عليه. أكلتنا لليوم اسمها أتلتيكو. أتلتيكو تشمل المقادير ما يلي: ملعقة كريستيانو، ملعقة ونص بنزيمة، 3 ملاعق كارزبيل، 4 ملاعق راموس، ونصف ملعقة مودريتش، وعندنا هون البهارات المعروفة طبعا والمشهورة مارسيلو أسانسيو، وعندنا هون شوية خضرة من عمك زيدان اللي فاتح سوق الخضرة تحت محل. بيجي بقى بنجيب الحلة طبعا، ندلق كل المقادير بالحلة: كريستيانو، بنزيما، كاريس بيل، راموس، مودريتش، ونحط بهارات مارسيلو على أسانسيو. طبعا الخضرة بنحطها للفرن لتشكيلة، طبعا الخضرة من عمكم زيدان بسوق الخضرة بتلاقوها بإذن الله. بتخفقوا كل المخاليط بقلب الحلة، بنحط الحلة بقلب الصينية طبعا، وبنمد الصينية على قد الحال. طبعا الفرن بنكون مجهزينه على درجة حرارة 5555 درجة مئوية مشان تنضج الطبخة. هلا بنحطها بالفرن وبدنا ننتظر 45 دقيقة للنضج، وهيك بدنا نستنى هلا 45 دقيقة لتستوي الطبخة. طبعا رجعنا لبعد 45 دقيقة وبتوقع تكون الطبخة جاهزة. نفتح الفرن، بنطلع الطبخة المشهورة بأتلتيكو. طبعا المقادير نحن ذكرناها، بتمنى كل ست بيت تكون كاتبتها. الطبخة جاهزة جدا، الطبخة جاهزة وسخنة كتير، بتمنى تغز الشوك، تغز بالشوكة وتشوفها إذا ناضجة، بتحس إنها ناضجة الطبخة على الأخير. طبعا الطبخة هيدي أتلتيكو مدريد مشهورة كتير كتير، غزغز بالشوكة طبعا بكل المحلات، غزغزنا بالشوكة وفينا نقول صحتين وهنا للمطريطية وعبال كل لعبة إن شاء الله. ومعكم شيف الطباخين أبو النور، والسلام عليكم.